هذه ترجلها السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في بني درار. كنتواجدوا الآن حدا الملعب اللي الكل كيعلم بأنه كان ملعب تاع كرة القدم، ولكن الآن لم يبقى إلا بعض الفتات لأن الملعب ما كانش مهيئ كما كان ينتظر الشباب تاع بني درار. هذا الملعب كيدخل في نطاق المشروع الكبير اللي أعطاه لنا صاحب جار نصره الله في صيف سنة 2013. هذا المشروع الكبير شمل قطاع الرياضة اللي كيتمثل في 5 ملاير و700 مليون، منه إنشاء ملعب بكل مقوماته على المنوال اللي تقدم صاحب الجلالة إبان الزيارة اللي قام بها في سنة 2013، وبالضبط قرب السوق مقر السوق الأسبوعي. ملي لاحظنا أن الملعب تقدم صاحب الجلاله في واحد الشكل على اساس ان غادي تكون هناك المدرجات، ويكون هناك المرافق، يكون هناك كل حاجه، يعني كل ما يتطلبه الملعب نتاع كره القدم ولا نتاع الركبي من مقومات. واذا به كنتفاجئوا بان هذا الملعب دار هنا في واحد الصهريج نتاع الواد الحار، نمقوه شويه وزمقوه على اساس ان الشباب يتلاها. فعلا تلاها الشباب واحد شي سنوات، ولكن الان لم يبقى اي شيء. هذا الملعب ترصدت له 830 مليون بوحده. نمشيو من الملعب ننتقلوا للقاعه المغطاه. القاعه المغطاه اللي كتدخل في نطاق يعني تقديم مشروع رياضي ترصد لها واحد المبلغ تاع 970 مليون. قاعة مغطاة بمواصفات التي تقدمت لصاحب جلالة نصره الله إبان تلك الزيارة، ولكنها مجرد يعني كما نقولوا باللغة العامية هي بحال شي كراج. لأنني كنت نستحضر ذاك النهار فاش جات المرحومة زوري خانصري رحمها الله صباح الأربعاء، لأن سيدنا كان جا في سنة 2014 وكانت آخر زيارة قام بها سيدنا إلى المنطقة الشرقية. كنا تحذرنا من طرف السيد الوالي ابان تلك الزياره، ويعني وتشجعنا على اساس ان صاحب جلاله نصره الله غادي يجي يتشنى القاعه المغطاه، واذا به كتجي السيده زولي خنصري واحد الصباح نتاع الصباح الاربعاء بالضبط. راني عاد حاصيها مزيان. ملي دخلت تفاجات بان القاعه لا يعني ماشي في المستوى نتاع التطلعات ديال صاحب الجلاله اللي تعطات لها 970 مليون. وملي خرجت على برا هي راها ميته وانا راني حي، وتقول لك اودي زيد عليا او الدنيا. قلت لهم واش هذه هي القاعه اللي غادي يتشنها سيدنا؟ بالكلمه الصريحه قلت لهم الله ينعل اللي ما يحشم. سارت في حالها
الغد ليه كان الخميس، الجمعة كانت أنا كنعتبرها غضبة. الجمعة صباح الجمعة سيدنا الله ينصرو دشن المسرح نتاع محمد السادس ومنها للطيارة ديريكت. منذ ذلك الحين توحشنا صاحب جلالة نصره الله على القيام بزيارة للمنطقة الشرقية، ونتمنى إن شاء الله آملين والأملون كبير في الله سبحانه وتعالى أن صاحب جلالة إن شاء الله يقوم لنا بواحد الزيارة للمنطقة الشرقية باش يشوف، باش يعني ربما يتوصلوا أصداء ربما على المشروع الكبير اللي تقدم له سنة الصيف سنة 2013. من بين ما جاء في المشروع نتاع هذا المشروع الكبير اللي تقدر الميزانية نتاعو ب 17 مليار و 600 مليون، ونعاودها نقول لكم 17 مليار و 600 مليون، كاين انشاء، كاين تهيئه ما مرتش في اجواء نتاع التهيئه ديال نتاع اللي كتقوم بها بعض المدن الاخرى. يعني هذاك الشيء داز في لمح من البصر، وكنا كنعتبروا في ابان تلك اللحظه وقلناها بانهم كيديروا لنا غير المكياج. تشمل عاود كذلك المشروع انشاء بعض المساحات الخضراء وبعض المرافق يعني الحيويه اللي كتجعل المواطن انه يحس بالامن والامان، وكاين هذاك الشيء نتاع الكهرباء، واذا به نتفاجئ بان لا شيء كان مطلوب حتى التشوير. والله اخوتي صدقوني والله ما نسعوا بلا كان تعقيف اليوم في بني درار، بلا كان تعقيف ولا ستوب نتاع سونس انتيردي ما عندناش في بني درار، لان المجالس اللي تولات هذا الامر هذه تعتبر مجالس فاشله لا تبحث الا عن نفسها. واقولها واكررها، وعلى كل واحد من هذه المجالس، هي ثلاثه نتاع المجالس، المجلس نتاع 2016 والمجلس اللي من بعده وهذا المجلس، هذه المجالس كامله تتحمل المسؤوليه ديالها امام الله، امام الشعب المغربي، امام سكان بني درار، وامام صاحب الجلاله اللي وضع فيهم الثقه وجا وعطاهم مشروع باش يجسدوه على ارض الواقع. ولكن لحد الان لم نرى اي شيء. بني درار على حالها تزيد سوءا يوما بعد يوم. بني درار الطريق الوطنيه رقم 2 اللي كتشقها تربط ما بين وجده والناظور في حاله يرثى لها، في فصل الصيف كيتزاد التزاحم على الطريق وهذاك الشيء. كاين واحد الرون بوان يعني كتخرج من حي الامال وكتمشي لدار الطالبه، لاننا كان نامل جادين ان شاء الله ان صاحب الجلاله غادي يجي من الصيف ان شاء الله، الله يوفقه ولا في سيدنا رمضان، وباش يدشنا دار الطالبه اللي بدات بدون تشجين باش يدشنها. ضروري ان هذا الرون بوينت تدار، وتدار الطريق اللي كتوصل لدار الطالبه بحي السلام. نامل جاهدين كل هذه المسائل ان شاء الله تجسد على ارض الواقع، ونامل جاهدين ان يزورنا صاحب الجلاله نصره الله، لاننا في يعني في واحد الشوق كبير لهذه المنطقه، يعني المنطقه الشرقيه كامله وخاصه اقليم وجده. الا جينا نتكلموا على اقليم وجده، واقليم وجده كذلك لا ما غاديش نقصي مثلا 11 جامعه الاخرى، 10 جامعات وبني درار هي رقم 11 جامعه نتاع اقليم وجده في حاله يرثى لها في كل شيء، اقتصاديا رياضيا في كل شيء هي تعاني، مع العلم ان ربما في المستقبل ان شاء الله ستعود الامور الى مجاريها بين الشقيقه الجزائر وتفتح الحدود. فما هو مصير عاصمة الشرق التي ستكون بوابة المغرب العربي إن شاء الله؟ أستودعكم الله.